السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الثامنة نستهلها بالعناوين. انطلاق أشغال المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا، وبحث آليات الارتقاء بالتعاون بين بلادنا وهذه الهيئة المالية الدولية، صدروا جدول الأعمال. المدير العام لوكالة التضامن يؤكد في اجتماعه بسكان تناها أن الحل الأمثل للتغلب على المشاكل التنموية يكمن في الانصياع لسياسة الدولة في مجال تجميع القرى الريفية. في استفزاز جديد للغرب، كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين فوق البحر قبالة ساحلها الشرقي لمسافة تبلغ 800 كيلومتر. مرحبا بكم مشاهدينا. عقد مجلس الشيوخ اليوم جلسة علنية برئاسة السيد با عبد الحاج نائب رئيس المجلس، خصصت للإعلان عن إيداع مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد. وكان مؤتمر الرؤساء قد عقد اجتماعا برئاسة السيد با عبد الحاج نائب رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لميول الشيخ لدراسة مشروع القانون المذكور. وقد تمت إحالة المشروع إلى لجنة القوانين بالمجلس. احتضن مقر البنك الدولي في نواكشوط اليوم مشغل المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا تحت الرئاسة المشتركة لوزير الاقتصاد والمالية السيد مختاو لجاي والممثل المقيم للبنك الدولي السيد غاستون سورغو. ستمكن هذه المراجعة من معرفة واقع تنفيذ المشاريع ونقاط القوة والضعف وآليات التقويم وتدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية الهامة. هي المراجعة الدورية لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا، هي فرصة سانحة للتبادل والتشاور حول التعاون الثنائي. المراجعة تأتي في ظرف زمني صادف الأشهر الأخيرة من تنفيذ وثيقة الشراكة الإطارية التي تربط بلادنا ومجموعة البنك الدولي. هي مراجعة تقليدية للتعاون بين موريتانيا والبنك الدولي أرساها الجانبان خلال السنوات الأخيرة باعتبارها منصة لتنسيق وتقييم مدى تطبيق هذه المراجعة والاطلاع على مدى تقدم المشاريع والصعوبات التي تواجهها للوصول إلى الأهداف المحددة، خاصة تحسين ظروف عيش المواطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد وتعزيز قدرات الأجهزة الإدارية. وسنقوم بتعزيز هذا النمط من التشاور من أجل خلق ديناميكية شديدة من التعاون بين الجانبين. الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في بلادنا السيد غاستون سيرغو نوه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الشراكة بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي، أضاف أن الآفاق الواسعة والاستراتيجيات الاقتصادية لبلادنا ستسهم دون شك في إثراء هذا التعاون وتعزيزه. 16 مشروعا حتى الآن تم تمويلها من طرف البنك الدولي في بلادنا تغطي مجالات حيوية كالثقافة والتكوين والطاقة والشباب والبيئة والمواصلات وتكريس الحكم الرشيد. أشرفت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة مساء أمس في نواكشوط على تدشين فندق أزالاي مرحبا الجديد بعد اكتمال أشغال إعادة تأهيله وترميمه. وقد جرى حفل التدشين بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في مجال الفندقة في بلادنا. منشأة سياحية جديدة تنضاف إلى مثيلتها في البلاد، يتعلق الأمر بفندق أزالاي مرحبا. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أبرزت خلال إشرافها على تدشين هذا الفندق أهمية هذه المنشأة ودورها في تعزيز القطاع السياحي. يسعدني أن ألتقي اليوم معكم في حفل بهيج لإعادة افتتاح فندق مرحبا، المعلمة السياحية الشامخة التي ظلت لما يناهز عقدين من الزمن محط رحال كل الزعماء والشخصيات والوفود الرسمية التي أمت البلاد. إنني على ثقة من أنكم بهذه الخصائص وبفضل تجربة وكفاءة مجموعة أزالاي العالمية ستتمكنون من تعويض الانفراد للسوق والحضور التلقائي في الإعلام والدعم العمومي
التي حظي بها مرحبا في بداياته، وستذهبون بالفندق في آفاق الشهرة والنجاح إلى حيث أوصله أسلافكم أو أرفع. رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية سيدة ماتم تحمادي أكدت أن تدشين فندق زلاي مرحبا يشكل إضافة نوعية في مجال السياحة في موريتانيا. في إطار الجولة التي يؤديها المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الاسترقاق ومكافحة الفقر وبالدمج، ترأس المدير العام للوكالة اجتماعا في بلدية تناهى الحدودية التابعة لمركز هامدة لداري في ولاية العصابة. تم خلاله التطرق لسياسة الدولة الجديدة في مجال محاربة التقري العشوائي، وذلك من خلال تجميع القرى الريفية في إطار حضري وعمراني يوفر للمواطنين كافة المستلزمات الأساسية. كما تفقد المدير العام لوكالة التضامن سير الأعمال في مشروع بناء إعدادية متكاملة الأقسام في مركز هامد الإداري. العزلة التامة وضعف مستويات التعليم والبطالة في صفوف النساء مشكلات من بين أخرى عديدة تصدرت أبرز المطالب التي أصبحت راسخة في أذهان سكان بلدية تناهى التابعة لمركز هامد الإداري. مشكلة ومشكلة تلم ومشكلة قرياس ومشكلة ومشكلة الأروع تقطع الأود وارك تجيرها شهر واحد شي طايح. ما عندنا الماء، لا عندنا محاضر ولا عندنا ملي تقرا. تركها ما يقرا ونطر محاضر، لكن ونطر مدرسة كنت فيها تركها لا يقرا، يا من عام ما يقرا ما جابوش. تدني المستوى المعيشي اجتماعيا واقتصاديا في تناهى وجد له السكان المحليون فضاء رحبا لاستعراض جميع تفاصيله، وذلك في اجتماع مع المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الاسترقاق والدمج ومحاربة الفقر. طمأن خلاله الأستاذ حمدي المحجوب المواطنين بالعمل في إطار البرامج الموجهة إلى المناطق الأكثر فقرا على دعم التربية المحلية في المنطقة. بريدة كاملة يقد يود فيها للماء لا يلود فيها، قال ما نقدو نضمنو أن لا نجبرو الماء اللي نعود موخر. الدولة مركزة على السدود، وإحنا كوكالة عندنا فيها تجربة إيجابية حتى لأن عدلناهم في بريدات ونجحوا فيهم واستفادت منهم الناس. إن شاء الله لا يجيكم مدهم وتشوف السدود اللي قدو عندنا. لا كامل اللي نطرح لنا من المشاكل إن شاء الله مستعدين ننظروا فيه، واللي قدينا ساعدوا به، واللي ما قدينا لنعود يعني مصلحة ثانية لا نطلبوا من التدخل. والي العصابة سيد محمد الحسن ومحمد سعد استعرض أمام الحاضرين أهم محاور سياسة الحكومة الهادفة إلى تقريب جميع الخدمات الضرورية من المواطنين أينما كانوا. وفي مركز هامد الإداري تفقد المدير العام للوكالة الوطنية التضامن الأستاذ حمدي المحجوب تقدم الأشغال الشارية في إعدادية متكاملة ممولة بالكامل على نفقة الدولة بغلاف مالي يناهز 95 مليون أوقية. هذه الإعدادية يتوقع أن تفتح أبوابها أمام التلاميذ مع بداية العام الدراسي المقبل. انطلقت صباح اليوم بمقر المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية فعاليات أيام تحسيسية لحماية المرأة والطفل منظمة من طرف المنسقية الجهوية للوزارة بالمقاطعة. تهدف هذه الأيام الثلاثة إلى معالجة جملة من المواضيع تناولت حماية حقوق الأطفال وتمدرس البنات والأطفال والأسرة ودور المرأة في المجتمع. نشيد عبرت كلماته عن الترحيب وتناغمت مع الإيقاع الموسيقي في مستهل حفل انطلاق الأيام التحسيسية حول حماية المرأة والطفل التي تنظمها المنسقية الجهوية بولاية نواكشوط الشمالية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في إطار الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة. تشكل الحماية من حيث هي آلية ناجعة من آليات بلوغ التنمية الاجتماعية المنشودة، وتزداد تلك الآلية نجاعة إذا كان هدف الحماية الارتقاء بالفئات الأكثر ضعفا من المجتمع. ويتواصل ذلك الاهتمام بإشرافكم معنا اليوم من مقاطعة دار النعيم على افتتاح هذه الأيام التحسيسية المنظمة لفائدة نساء وأطفال ولاية نواكشوط الشمالية من طرف المنسقية الجهوية للقطاع بهذه الولاية
تحسيسا وتثقيفا للأهالي بأهمية الحماية ونجاعة الدمج في تعزيز اللحمة الوطنية. المنسقة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية نواكشوط الشمالية قالت إن سياسة السلطات وحرصها على تمكين المرأة ودعمها للوصول إلى مراكز القرار وعنايتها بالأطفال هو ما جعل القطاع يسخر كل الأدوات لتجسيد هذه السياسة. تسعى المنسقية الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية من خلال هذه الأيام التحسيسية إلى لفت أنظار الأهالي إلى ضرورة حماية الأطفال جسديا وعقليا ونفسيا من خلال توفير الأوراق المدنية وتشجيعهم على التمدرس ومناصرة الأطفال المتنازعين مع القانون. لهذا نسعى من خلال هذا النشاط وغيره إلى تحسيس الجميع حول أهمية تمدرس البنات والحد من العراقيل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقف في وجه تحقيقه. المتحدثة باسم منظمة أرض الرجال السيدة سالمة تكا قالت إن المنظمة تدعم الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة في الولايات وعلى المستوى البلدي. فقرات الحفل تضمنت سكتشا تحدث عن حماية حقوق الطفل بحصوله على الأوراق المدنية وضرورة تمدرس البنات ونبذ ظاهرة الطلاق وتشرد الأطفال، هذا بالإضافة إلى إبراز دور المرأة في تكوين الأجيال وبناء المجتمعات. احتضن مركز المعرفة بمدينة نواذيبو صباح اليوم دورة تكوينية حول تقنيات الإعلام السمعي البصري منظمة من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات بالتعاون مع معهد تقنيات السمعيات البصرية وعيادة المدينة للطب التكميلي البديل. تهدف هذه الدورة التي تستمر 4 أيام إلى تعزيز قدرات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المحلية وتزويدهم بالمعارف والتقنيات. ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصال وتأثيراتها المختلفة على وسائل الإعلام الجماهيري، بات من الضرورية على الفاعلين في الحقل الصحفي اكتساب الخبرات الفنية المطلوبة، ومن هنا تتنزل إقامة هذه الدورة التكوينية حول تقنيات الإعلام السمعي البصري المنظمة من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات. تعتبر هذه الدورة مهمة لتعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الإعلامية المحلية التي تلعب دوراً محوريا في مواكبة المسيرة التنموية للولاية والتحسيس حول مختلف الظواهر والمسلكيات ونقل اهتمامات ومشاكل السكان. ومواكبة للفضاء السمعي البصري تم اختيار مدينة نواذيبو لتنظيم هذه الدورة من أجل خلق صحابة جهوية متخصصة من خلال دعم الخبرات المهنية والالتزام بأخلاقيات وأدبيات المهنة. في ظل عدم وجود مراكز أو معاهد متخصصة في مجال الصحافة فإننا ارتئينا أن نواكب تحرير الفضاء السمعي البصري بهذه التكوينات التي يأتي لقاؤنا اليوم في إطارها، والتي أرجو أن تكون بداية لتشكل صحافة جهوية متخصصة ومطلعة على جديد الإعلام وتقنياته. وعلى مدى 4 أيام يتلقى المشاركون جملة من العروض والمداخلات حول أخلاق وأدبيات المهنة وكذا كيفية إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية فضلا عن فنون التقرير والمقابلات الصحفية والاستقصاء الصحفي. احتضنت دار الشباب القديمة مساء أمس سهرة فنية وشعرية نظمتها جمعية شبيبة بناء الوطن تحت شعار نداء الأقصى. الأمسية تخللتها عروض مسرحية وإلقاءات شعرية تضمنت نماذج حية من الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي خاصة مدينة القدس، كما عالجت العروض بعض المسلكيات السلبية في المجتمع كالاتكالية وعدم الوفاء للوطن. المتحدث باسم جمعية شبيبة بناء الوطن السيد عبد الله السيدي محمد ألقى كلمة أوضح فيها أن هذه الأمسية الفنية تدخل في إطار الأنشطة التي تقوم بها الجمعية إسهاما منها في تنوير الرأي العام الوطني بضرورة التمسك بالقيم الحضارية لبلدنا العزيز، منبها إلى ضرورة التسلح بالمعارف المستجدة التي تخدم البلاد خاصة فئة الشباب باعتبارهم القلب النابض للأمة. ونصل الآن مشاهدينا الكرام إلى جديد الاقتصاد رفقة الزميلة فاطمة تمت محمد محمود بعد هذا الفاصل. شكرا منات، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية لهذه الليلة.
تكتسي المراجعة الدورية للمشاريع الممولة في طرف البنك الدولي في بلادنا والتي انطلقت اليوم بنواكشوط أهمية خاصة، فهي تأتي في الأشهر الأخيرة من تنفيذ وثيقة الشراكة الإطارية التي تربط البنك الدولي وموريتانيا بغلاف إجمالي يصل إلى 100 مليار أوقية موجهة ل 16 مشروعا تغطي مجالات حيوية. حول أبرز النقاط التي تناولها الاجتماع أدلى السيد محمد سالم مللاني مدير تعبئة الموارد وتنسيق العمل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية للنشرة الاقتصادية بالتصريح التالي: نحن اليوم تطرقنا إلى نقاشات هامة سلطت الضوء على مدى تقدم المشاريع ومكنت من الاطلاع على النتائج المحققة من طرف هذه المشاريع الهامة، وذلك تماشيا مع السياسات الاقتصادية والتنموية للبلد. هذه المشاريع تضم مجالات عديدة وهامة الحماية الاجتماعية، التعليم، التكوين المهني، الطاقة، البيئة، الاتصالات والتقنيات الجديدة والحكام. الآن إلى أهمية أسعار العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. فرنسا، وبحسب دراسة حديثة، فإن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى خفض كميات الطاقة المستخدمة للتدفئة لا سيما خلال فصلي الخريف والشتاء، وقدرت المبالغ المالية التي تمكن سكان فرنسا من توفيرها فيما يتعلق بفاتورة التدفئة من بداية عام 2014 إلى بداية شهر مارس آذار عام 2016 بثلاث مليارات وثلاثمائة مليون يورو، ولكن المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة الفرنسية عبر الضرائب التي تفرضها على عملية استهلاك مصادر الطاقة انخفضت خلال الفترة ذاتها بما يقارب مليارا ونصف مليار يورو. ونبقى في فرنسا دائما، حيث قال اتحاد مصنعي السيارات الفرنسية إن مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ارتفعت خلال شهر فبراير المقضي بنسبة 13% بفضل قوة مبيعات رينو وعدد من الماركات غير الفرنسية. وأفادت البيانات التي أصدرها الاتحاد بأن مبيعات بيجو زيتروين أكبر شركة تصنيع السيارات في فرنسا سجلت ارتفاعا بلغ 9.8% خلال فبراير، فيما منبت مبيعات رينو بنسبة 14.2% خلال الشهر ذاته. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية النقاب عن اعتزاب ثلاث شركات كبرى أمريكية إقامة مشروعات في كوبا في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى هافانا يوم 20 مارس الجاري. وتغري العاصمة الكوبية هافانا والجزر المحيطة بها المستثمرين نظرا للطبيعة الخلابة لتلك الجزر الواقعة في البحر الكاريبي ولما تمتع به من منتجعات سياحية وفنادق عالمية، إضافة إلى وجود مساحات خضراء وتربة صالحة للزراعة. وفيما يلي نتابع أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. النشرة الاقتصادية، شكرا على حسن المتابعة، عودة إلى مانتا وباقي الأخبار. شكرا لك فاطمة. دوليا، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على مقترح مشترك من المقرر أن يتم عرضه على تركيا اليوم للتوصل اتفاق بشأن أزمة اللاجئين. جاء الاتفاق بعد مفاوضات شاقة في قمة لقادة الاتحاد في بروكسل بحثت مسودة الاتفاق المقرر عرضه على تركيا، ونص أحد بنوده على نقل اللاجئين إلى تركيا. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على مقترح مشترك من المقرر أن يتم عرضه على تركيا للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة اللاجئين.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات شاقة في قمة لقادة الاتحاد في بروكسل بحثت مسودة الاتفاق المقرر عرضه على تركيا. ونص أحد بنود هذا الاتفاق على نقل اللاجئين إلى تركيا، ونصت مادة أخرى على إعفاء الأتراك من التأشيرة ضمن حدود الاتحاد مع مضاعفة المساعدات الأوروبية الموجهة إليها والمخصصة للاجئين السوريين لتصل ما يقارب 7 مليارات دولار. وتوقعت المستشارات الألمانية أنجيلا ميركل أن تكون المفاوضات مع رئيس الوزراء التركي صعبة، وأوضحت أن جميع دول الاتحاد تريد التوصل إلى اتفاق. وتخشى عدة دول أوروبية أن يكون الإجراء الأهم في الخطة التي يتم التفاوض بشأنها والمتمثل في إبعاد كافة المهاجرين القادمين إلى اليونان بمن فيهم من يطلبون اللجوء غير قانوني. وحذرت الأمم المتحدة من أن أي عمليات إبعاد جماعية وتعسفية ستكون غير شرعية. ووصل أكثر من 143 ألف مهاجر منذ مطلع العام إلى اليونان، مما يرفع إلى أكثر من 1 مليون عدد الوافدين إليها برا وبحرا. ومع إغلاق طريق البلقان أمام اللاجئين تجد السلطات اليونانية نفسها في وضع في غاية الصعوبة، وكذلك آلاف المهاجرين العالقين فيها. أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين باليستيين فوق البحر لمسافة تبلغ 800 كيلومتر قبالة ساحلها الشرقي. وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية عن كثب، كما دعت كوريا الشمالية إلى الامتناع عما سمتها الأعمال التي تفاقم التوترات في المنطقة الواقعة شرقي القارة الآسيوية. وحثت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بيونغ يانغ على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية. وقد أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة في 6 يناير الماضي، وأطلقت صاروخا بعيد المدى في 7 فبراير السابق في تحدي لعقوبات الأمم المتحدة. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع جديد الرياضة رفقة الزميلة منى محمد بعد هذا الفاصل. شكرا لمناتا وأهلا بكم. أعلن اليوم مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون الفرنسي كورتيان مارتينيز أعلن عن تشكيلة المنتخب التي ستواجه المنتخب الغامبي ذهابا وإيابا يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، وذلك برسم الجولتين 3 و4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الغابون 2017. جاء ذلك خلال ندوة صحفية أقامها المدرب صباح اليوم بمقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، وعرفت حضور لفيف من الصحفيين الوطنيين والدوليين. وشهدت القائمة المدعوة والمؤلفة من 24 لاعبا شهدت تواجد بعض الأسماء التي تم استدعاؤها لأول مرة من قبيل حارس نادي غوبيلين الفرنسي شيخ سيلا وظهير ديف نادي كان الفرنسي أيضا حمزة جوار إضافة إلى أو حمزة جوارة إضافة إلى بعض الأسماء المحلية مثل اللاعب محمد مبارك الملقب غوتشي ومن نادي الوئام، والمهاجم المختار سيدي من ذات النادي، والمدافع باكارين جايمان من فريق تفرق زينة. فيما عرفت ذات القائمة غياب بعض الأسماء المحلية الوازنة من أبرزها لاعب خط الوسط يعقوب دينا والمدافع أبو سي والمهاجم علي الشيخ أول الفلاني. انطلقت بمبنى الاتحادية الموريتانية لكرة القدم فعاليات دورة تدريبية عالية المستوى، وذلك لصالح أزيد من 40 حكما مساعدا ومقيمين للحكام. الدورة منظمة بالتعاون ما بين الاتحادية الموريتانية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتعرف تأطيرا مباشرا من طرف خبراء دوليين في مجال التحكيم ومحاضرين تابعين للاتحاد الدولي الفيفا. وتندرج الدورة التدريبية في إطار مسعى الاتحادية
الموريتانية إلى تحسين القدرات والرفع من خبرات الطواقم التحكيمية الوطنية، نظرا لكون التحكيم يشكل حجر الزاوية في العملية الرياضية برمتها، ويتوقف على أدائه تقدم وتطور الرياضة بشكل عام وخاصة كرة القدم. وستشهد الدورة التي تتواصل بمبنى الاتحادية إلى غاية 21 من الشهر الجاري، ستشهد تقديم العديد من العروض النظرية والتطبيقية. السيد محمد العبد الله السالم والحمد دوال الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة دعا لدى إشرافه على انطلاق فعالية هذه الدورة التدريبية، دعا المشاركين إلى الاستفادة من العروض والمحاضرات المتخصصة التي ستقدم لهم طيلة أيام الدورة. تدخل هذه الدورة في إطار برنامج شامل لتأطير وتحسين خبرات الشباب والرياضين في بلادنا، تمشي مع التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، والتي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدامين. أيها السادة والسيدات، لا يخفى علينا جميعا الدور المحوري الذي يلعبه التحكيم في مزاولة أي نشاط رياضي، ولذا أوهب بكم لبذل ما يلزم من جهود من أجل الاستفادة من العروض النظرية والتطبيقية التي ستقدم لكم خلال الدورة. بملعب شيخة والبيدية في العاصمة منافسات البطولة الجامعية لكرة القدم المنظمة من طرف المركز الوطني للخدمات الجامعية، وذلك بمشاركة 8 فرق رياضية. وقد تم تقسيم الفرق المشاركة في هذه البطولة إلى مجموعتين تضم كل واحدة منهما 4 فرق، ستجري 15 مباراة طيلة 4 أسابيع من التنافس الندي بين الفرق المشاركة في البطولة الموسمية والممثلة لجامعة العلوم التكنولوجيا والطب وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم الاقتصادية والقانونية، إضافة إلى بعض المعاهد الجامعية مثل المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمعهد الجامعي المهني والمدرسة الموريتانية للمعادن والمدرسة العليا المتعددة التقنيات والجامعة الدولية اللبنانية. ويسعى المركز الوطني للخدمات الجامعية من وراء تنظيم هذه التظاهرة يسعى من بين أمور أخرى إلى تنمية الروح والثقافة الرياضية لدى طلاب الكليات والمعاهد الجامعية بصفة عامة، ولعب كرة القدم منهم على وجه الخصوص. رئيس مصلحة الأنشطة الرياضية والثقافية بالمركز الوطني للخدمات الجامعية السيد محمد محمود العليات قال في تصريح خاص به قناة الموريتانية، قال إن الفريق الفائز بلقب البطولة سيمثل بلادنا في منافسات البطولة الجامعية الدولية في كرة القدم. هذه البطولة في كرة القدم مفتتحينها اليوم ب4 فرق، الجامعة اللبنانية ضد كلية الآداب، والمباراة الثانية اللي تعود إسكاء المعهد التجاري لإدارة المؤسسات وهي والكلية الطبية، هذا هو المركز الثاني. وهذا احنا عندنا 8 فرق مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة باء، وله يوفا عندنا 15 عدة مباراة، والأخيرة منهم اللي تعود المباراة النهائية اللي له تنقبل منها الكأس، نعطي عليهم اللي عندما مبالغ كبيرة. والهدف الأساسي لهنا بدنا نقبل من خلال هاي المجاميع الثمانية، هاي الفرق الثمانية نقبل منهم فريق يمثلنا في السنغال، فهم فيه دي مباراة دولية بين الكاميرون والسنغال وساحل العاج وجامعة والله انتين من فرنسا، وقابلين لهم مدرب الشهير هو صنيدري. كان ذلكم كل ما لدينا من جديد للرياضة في هذه الليلة، شكرا على حسن المتابعة وعودة إلى ما نأتي بعد الفاصل. شكرا لك منى، وبذلكم نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة 8 عود على بدء، وتذكير بأبرز ما جاء فيها. انطلاق أشغال المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا، وبحث آليات الارتقاء بالتعاون بين بلادنا وهذه الهيئة المالية الدولية، صدروا جدول الأعمال.
المدير العام لوكالة التضامن يؤكد في اجتماعه بسكان تناها أن الحل الأمثل للتغلب على المشاكل التنموية يكمن في الانصياع لسياسة الدولة في مجال تجميع القرى الريفية. في استفزاز جديد للغرب، كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين فوق البحر قبالة ساحلها الشرقي لمسافة تبلغ 800 كيلومتر. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.